الوقفة الاحتجاجية بخصوص الناشطة المدنية والمسعفة صبا المهداوي. طبعا هي صبا شابة في مقتبل العمر وكانت نشطة جدا بالتحرير، فالاختطاف مالها إذا كانت عد الدولة فالمفروض تعلن أنه إذا أكو إلقاء قبض عليها، وإذا مو عد الدولة فما معناه أنه لا دولة، أنه الدولة العميقة أن تتحكم بأمور الدولة هسه. لذلك يعني الدولة الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية مباشرة إن كانت عندها وإن كان عند فصيل معين. الوقفة هذه نطالب فيها بالكشف عن مصير المختطفين من الشباب والشابات، ومنهم صبا فرحان المهداوي وكل الشباب والشابات المعتقلات في سجون الفاشية الجديدة. نحن هنا نتضامن مع هبة شعبنا وثورته السلمية. الثورة لا تتوقف والجماهير المنتفضة لا تسكت إلا أن يسقط هذا النظام ويأتي بنظام ديمقراطي حقيقي قائم على العدالة الاجتماعية. منذ 2003 لحد الآن الشباب والشابات وجل الشعب العراقي ضحية نظام فاسد، نظام قائم على المحاصصة الطائفية. إذن يجب أن يتبدل هذا النظام إلى نظام شعبي يقرره الشعب. إحنا هنا وقفة تضامنية ووقفة للكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين من الشباب والشابات ومن الناشطين المدنيين. طبعا هاي الوقفة هو الشعب مثل ما نقول الطمجال كثير السلطة السياسية الموجودة بكل تفاصيلها انه تصلح اصلاح وتغيير. يعني الى ان هسه احنا مثل ما نقول الشباب هو راسا انفجر، مو مشكلة الواعين ولا هذا، الشباب انفجر نتيجة معاناتهم، عدم وجود فرص عمل، عدم وجود مصانع معامل كذا. فبعدين السلطه بدل ما تجي تعالج هذا الموضوع قامت تخمع بالشعب، وهاي الانفجار انفجار شباب عفويه، يعني ما بيها توجيه سياسي وكذا. السلطه ما تدري ما تعرف وين عايشه ما ادري. الشباب يمثلون اوسع شريحه بالمجتمع، لا معامل لا مصانع لا مشاريع، بس اللي متقدمين بالفساد بالمحاصصات بمصالحهم الخاصه بمنافعهم. حتى بالفترة الأخيرة على مود هاي الدرجات الخاصة الشعب ثائر وطالع بالشارع وينام، هم يدورون من يحصل الدرجات الخاصة قبل مقابل فلوس وفساد ورشاوي. وشكرا. الضحايا والشهداء يوم بعد يوم يزدادون. اطلبوا بصوت قوي الكشف عن مصير الشابات المختطفات، عن مصير الشباب المختطف وحالات التعذيب. وقفة احتجاجية تقوم فيها منظمات مجتمع مدني رابطة المرأة العراقية ومنظمة حقوق الإنسان، إضافة إلى بعض المنظمات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان. طبعا هناك دكتورة خطفت من ساحة التحرير وهي صبا المهداوي، فطبعا احنا يعني نضع المسؤوليه امام السلطه، سلطه الدوله والسلطه المسؤول عنها يعني عادل عبد المهدي بالدرجه الاولى، لان هو قائد عام القوات المسلحه وجميع القوى الامنيه ترتبط به. اما اذا يقولون هذول ميليشيات او ما شابه ذلك، فايضا الدوله هي مسؤوله عن حصر سلاح بها الدوله، لذلك المسؤوليه تقع على عاتق الدوله، واحنا نحمل مسؤوليه عن سلامه الدكتوره صبا المهداوي. دوار 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 دوار
الدستوري يجدد قالها الجواري الخالد في وصفة كانون، من وصفة كانون قمع، ولا القنابل المسيلة للدموع ولا الرصاص، نحن أحفاد بهيجة وأحفاد جعفر الجواري وقيس الآلوسي، لن نستكين لن نستسلم إلا بإسقاط سلطة الفاشيست الجدد، سلطة الفاشيست الجدد. أكرر، هم فاشيون جدد امتداد لفاشية 1963. منذ أيام عدة ونحن نفتقد صبا اللي اختطفت بعد مغادرتها ساحة التحرير متوجهة إلى بيتها وفي البياع، اختطفت ولحد الآن مصيرها مجهول. هناك مناشدات، هناك لقاءات مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء، مع القوات الأمنية، الكل أنكر وجودها في سجون النظام. إذن أين هي موجودة؟ يعني الكاميرات هناك كاميرات تشهد على عملية الخطف، لكن إحنا نقول أن هي لا تزال موجودة، ونحمل السلطات الأمنية بمصير صبا المهداوي الناشطة المسعفة في معالجة الجرحى وأيضا تقديم المساعدات للمرضى في ساحة التحرير. إحنا مثل ما نقول قبل فترة أيضا اختطف دكتور ميثم الحلو، وأيضا رغم الجهود الحثيثة اللي بذلت إلا أن بعد أسبوعين من اختطافه يلا قدرنا أن يصير الإفراج عنه. اليوم أيضا إحنا نأكد على ضرورة الإفراج عن صبا المهداوي اللي هي ما عندها كل أي صلة سوى أن هي استجابت إلى ضميرها الإنساني في الالتحاق بانتفاضة تشرين ومعالجة الضحايا من الجرحى وإسعافهم. هذا اليوم إحنا نطالب مع أهله بضرورة الإسراع بالإعلان عن اختطافه. هناك أيضا اختطاف الناشط كريم مزهر السعيدي أيضا قبل 3 أيام صار له مصيره مجهول، وهناك عدد آخر من المختطفين. هذه الظاهرة اللي أصبحت ظاهرة في اعتقال الناشطين هو من أجل ترهيبهم، من أجل ترويع التظاهر المتظاهرين. هذا لن يسكت المتظاهرين عن حقوقهم في المطالبة بضرورة إقالة الحكومة وإزالة الطبقة الفاسدة من الحكم. إحنا مثل ما نقول نازلين ناخذ حقها، نازلين ناخذ حقنا ونريد نعيش بكرامة ضمن وطن حر، وطن يأمن المعيشة وبلا تمييز لجميع المواطنين. ننادي بدولة المواطنة، دولة العدالة الاجتماعية، دولة الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان. إحنا نناشد المجتمع الدولي اليوم للتضامن من أجل الضغط على الحكومة العراقية لإعلان أوضاع المختطفين، أوضاع المعتقلين، وأيضا الوقف كل أشكال التحذيب والترويع للمتظاهرين السلميين وللمعتقلين أيضا. هذه المناشدة. والله الوقفة مؤلمة لأن تكررت خلال أسبوعين تقريبا، إحنا مرتين واقفين، يعني وطن ما تشعر به أنت بأمان، وهاي أبسط مقومات الحياة. بنفس الوقت أنت ما تعرف لحد اللحظة، يعني جهازنا الأمني وقواتنا الاتحادية كلها إحنا ما نعرف بالضبط من اللي أخذ هاي البنية. قبلها أسبوعين أيضا أخذوا ناشط وبالأخير الحمد لله تركوه. إلى متى إحنا نشعر سبايا؟ طلعنا من 10 وطلعنا من 0، دخلنا حاليا بشهر آخر. فطونا الفرحة، اعطونا الحرية. هذول الناس ما يسوون شيء، عمرهم طول حياتهم صبا وغير صبا من الشباب ما يأذون، كل ما هنالك يريدون يعيشون حياة كريمة. بنية مسعفة كانت، أهلها، كل واحد من اللي اختطفوها هو عنده عائلة. خليه يتخيل بين هاي بنته شلون ينام الليل، شلون ينام الليل؟ رحموا أهلها، رحموا ناسها، رحموا الساحة اللي طلعت من عتها، رحموا الدم اللي هي مسحتها مال المصابين. هي ما طالبة شيء، ولا تريد تقتل، ولا تريد تصير رئيسة الجمهورية. هي إنسانة مواطنة عادية تريد تثبت حقها لا أكثر ولا أقل. بنفس الوقت إذا كانت مجرمة جيبوا لها قرار إلقاء القبض وأخذوها أمام الناس. بس هذه طريقة مو نظيفة.
حاولوا أن تكونوا رجال لا أكثر ولا أقل، واللي يريد يأخذها خلي يجي يأخذها من باب بيتها أمام أهلها حتى نعرف شنو مصيبتها. شكرا. وقفتنا هذه المطالبة بإطلاق سراح صبا، صبا الناشطة المدنية المسعفة مسعبة الجرحى في تظاهرات المطالبة بحقوقهم. معقولة معقولة إنسانة إنسانة مدنية مسالمة لا تحمل سلاح لا تحمل أي شيء تعتقل وتختطف وهي عايدة لبيتها بعد يوم كامل من العمل، نطالب بإطلاق سراحها وإعادتها إلى أهلها إلى عائلتها إلى أهلها إلى والدتها التي تقهر أكبر واحد. كانت صبا تسعف الجرحى تسعف المرضى في خيمة الاعتصام في ساحة التحرير، لم تكن تحمل أي سلاح أي شيء، مجرد تسعف الجرحى واختطفت. وللأسف لحد الآن، والشيء اللي يقهر أنه لحد الآن الحكومة والجهات الحكومية المسؤولة عن هذه القضية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لحد الآن هي تلزم الصمت. إذن أين هي صبا؟ نطالب بإطلاق سراح صبا وكل المعتقلين والمختطفين. وقفة احتجاجية اليوم من منظمات المجتمع المدني والنساء والمشاركين كلهم وقسم المتظاهرين من أجل تحرير صبا المهداوي اللي هي تمثل النساء، وهي ناشطة مدنية وطبيبة تساعد الجرحى في ساحة التحرير، وتم اختطافها قبل يومين ولحد الآن ما أطلقوا سراحها، مع العلم أنه القوات الأمنية يعرفون مكانها بالضبط لكن لحد الآن ما تحركوا. فإحنا كنا هنا واقفين مساندة لها، مطالب القوات الأمنية والمجتمع المدني أنه يطلقون سراحها. خلال ثلاثة أيام الماضية تم اختطاف الناشطة والمسعفة في ساحة الاحتجاج في ساحة التحرير صبا فرحان المهداوي، وهذا دليل على أن هنالك خوف من العنصر النسائي في هذه الانتفاضة وهذه الكثرة في الإمدادات والمساعدات وكذلك استدامة هذه الانتفاضة، فلذلك هنالك خوف من قبل بعض الأجهزة إذا كانت أمنية إذا كانت غير حكومية، وهذا دليل على أن هنالك محاولات لتخويف الشباب، محاولات لعدم استمرار محاولة عدم وكسر الاحتجاجات، وكذلك محاولة إخافة الشباب من أجل أن لا يستمرون في هذا الاحتجاج. ونحن وقفتنا هذه من أجل تذكير الحكومة بأن هذه جريمة وجريمة كبيرة جدا، فتعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، هذا واحد. ثانيا أنها يجب إذا كانت هذه صبا المهداوي في إحدى أجهزتها يجب أن تكشف عن ذلك، وهذه المطالبة طبيعية لأنه من واجبها الحماية، كما قالوا أنه شكلوا مجموعة باسم حفاظ على القانون، وهذا دليل على أنهم لا يحفظون القانون وبالعكس أنهم يخرقون القانون. فالانتهاك الكبير، هذه الجريمة كبيرة، والآن خلال ثلاثة أيام أربعة أيام لا نعرف مصير الآنسة صبا، وهذه الوقفة احتجاجا أولا ومطالبة بمعرفة مصيرها، فعلى الحكومة أن تكشف عن هذه الشابة المسعفة في ساحة التحرير بأسرع وقت ممكن لأنها هي مسؤولة عن هذا الاختطاف. اليوم كل المدنيين النساء والرجال يقفون متضامنين ويعلون الصوت رافضين لهذا الأسلوب البوليسي القمعي اللي قامت به الكتل السياسية والميليشيات
الوقحة التي تخاف الصوت المدني والصوت النسوي اللي موجود في انتفاضة الباسلة للشعب العراقي. أنا أعتقد هذه رسالة تخويف وترهيب للنساء بأنه ما يكونون متواجدات في ساحات النضال، في أن تشارك الشباب من الرجال يريدون يموتون هذا الصوت. هذه الممارسات مستهجنة، مرفوضة، مستنكرة من قبل كل الشعب العراقي. صبا أمانة في أعناقنا كل إحنا، نطالب بإطلاق سراحها بأسرع وقت. حمايتها وسلامتها وحياتها مسؤولية يتحملها رئيس مجلس الوزراء وتتحملها كل الكتل السياسية. أن أتمنى أن لا يطول غياب صبا وأن يطلق سراحها بأسرع وقت ممكن. طبعا صبا أصبحت الآن نموذج للمرأة العراقية المناضلة التي تسعى إلى بناء وطن بدون فساد بدون محاصصة. تم اختطاف صبا من جهات مجهولة بالنسبة لنا، ولكنها أعتقد معلومة بالنسبة للحكومة، لأنه هناك تسجيلات عديدة لكاميرات فيديو على مسلسل اختطافها، وهذه عملية مرفوضة جملة وتفصيلا. الشعب العراقي ليس هو أول شعب بالعالم يخرج تظاهرات، هاي جيراننا في لبنان وأصدقائنا في الجزائر خرجوا تظاهرات، ما سمعنا لا قتل ولا اختطافات ولا اعتقالات. الآن الاختطافات والاعتقالات بالجملة للأسف، الآن هناك مطاردة للناشطين في هذا الحراك السلمي، وهذا الحراك السلمي كل ما يريده هو تغيير الواقع العراقي لما به مصلحة الشعب العراقي، لما فيه مصلحة الطبقات الكادحة الفقراء والمعوزين. والآن تصاعد سقف الاحتجاج ولم يعد أن تكون هناك إصلاحات ترقيعية تنفع، ولذلك نتمنى أن يتم إلى تشكيل حكومة إنقاذ، حكومة مصغرة ذات صلاحيات واسعة التي تستطيع إعادة وتصحيح المسار السياسي الممثل بتغييرات حقيقية في البرلمان وفي الدستور وفي باقي القوانين، حتى نستطيع لا نصل إلى وطن يرسو على أمان. يعني اليوم نظمنا هذه الوقفة للمطالبة بالكشف عن مصير الناشطة المخطوفة صبا المهداوي. اليوم مضى اليوم الثالث على خطفها، وفي مركز بغداد وسيارتها أيضا معها، ومع ذلك السلطات تبقى متكتمة عن الجهة الخاطفة، بالرغم من إحنا على يقين أن الحكومة تعرف من اللي خطف صبا وعدها الكاميرات وعدها مسار حركة الخاطفين، لكن لحد الآن تتحفظ بالكشف عن الخاطفين، ونخشى أن تكون هي معتقلة. لحد هذه اللحظة ما نعرف صبا معتقلة أم مخطوفة. مصير صبا وأي ضرر يصيبها نحمل مسؤولية إلى القائد العام للقوات المسلحة وكل السلطات في العراق، لأن هم موجودين ويأخذون رواتب لحماية هذا الشعب وتنفيذ طلباته. في حال تغيب أي مواطن يتحملون كافة المسؤولية. هذه المظاهرة تضامنية نساء العراق ضد خاطفين الناشطة المدنية صبا المهداوي، ونطالب بإطلاق سراحها، وعلى الحكومة أن تتحرك حركة جدية تثبت نوع من المصداقية بعد أن فقدت مصداقيتها مع الشارع العراقي، خاصة وأن كل المعلومات استلمت من الحكومة. يعني السيارة ولونها ورقمها والجهة اللي راحت لها، معقولة هذه الدولة بهذا الحجم واللي تريد تبقى جاثمة فوق هذا قلوب هاي الشعب ما تقدر تحرر خاطف؟ من وين أنا أتمنها اليوم على مصير دولة؟ وقفتنا هاي احتجاجية عن الناشطة صبا.
ما اعتقد وجودها يومكم راح يفيدكم، لان هي ناشطه مدنيه، يعني لا هي سياسيه ولا هي صاحبه قرار ولا هي صاحبه، مجرد ناشطه تساعد المتظاهرين. فاذا هذه هو الزر اللي يضعف المظاهره فهم غلطانين، بالعكس ازاد من عزيمتنا وازاد من اصرارنا وازاد من حماسنا، وبدليل انه ما جاي يحدث الان في الساحه. اليوم وقفتنا الاحتجاجية واستمرار التظاهر في ساحة التحرير اليوم العاشر. اليوم السلطة القامعة الموجودة بالنظام السياسي الفاسد يراهنون على إنهاء المظاهرات أو خطف الناشطين والناشطات. اليوم واقفين وقفة احتجاجية، زميلتنا صبا، هي صبا واحدة من البنات المتطوعة للثورة، ثورة الأحرار، ثورة الجائع. اليوم عمليات الخطوف والقمع اليوم احنا نرفضها وبصراحة، ونشجب على ايد الحكومة، ان هي الحكومة اليوم مسؤولة عن خطف الناشطين، مسؤولة على خطف الصبا والحلو والغيرة والغيرة. هاي مناشدة للأمم المتحدة وللعالم كله لوقف هاي الميليشيات اللي موجودة بداخل السلطة. الوقفة الاحتجاجية هي ضد حالات الخطف ضد الناشطات والناشطين في ساحات الاحتجاج. نلاحظ انه كل فترة وعلى مدى الفترة اللي حدثت بها الاحتجاجات حالات خطف كثيرة شملت كثير من الناشطين، وخصوصا في بغداد والمحافظات الأخرى على مستوى محافظة ميسان وعلى مستوى المحافظات الأخرى. البصرة أيضا تم اغتيال ناشطين، وفي بغداد أخيرا تم اختطاف الناشطة صبا المهداوي وهي مسعفة وناشطة في حركة الاحتجاج تقوم بإسعاف الجرحى والمصابين في ساحة التحرير. وعند خروجها من ساحة الاحتجاج إلى بيتها تم خطفها، ولحد الآن لم يتم العثور عليها ولم تعلن أي جهة عن وجودها. وإحنا هنا وقفتنا اليوم نطالب بالحرية للمختطفة صبا المهداوي ولكل الناشطين الآخرين. شكرا جزيلا. احنا اليوم بهاي الوقفة بسبب اختطاف الناشطة والمسعفة صبا المهداوي، واحنا نريد يعني من خلال هاي الوقفة نوصل صوتنا للجهات المسؤولة وللقوات الامنية وللحكومة، انه اي كل اعمال القمع اللي دي يستعملوها مع الناشطين والمتظاهرين من خلال الخطف، من خلال القتل، من خلال استخدام القنابل المسيلة للدموع، كلها ما راح تثني المتظاهرين من ان يستمرون. عملية خطف الناشطة هذا يعني تعتبر جريمة ضد الإنسانية، هذه يحاسب عليها القانون. هذه يعني إذا كانت مختطفة من قبل الدولة فيعني من قبل السلطات الحكومية، من قبل القوات الأمنية، فهذه مصيبة يعني أنه تقوم بخطف الناشطات. وإذا كانت مختطفة من قبل جهات خارجة عن القانون، خلينا نقول ميليشيات اذا نريد نسميها بالمسمى، فهذه هم يعني 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 عار على الحكومه، انه القوات الامنيه انه اكو هيك عصابات تتمكن من خطف الناشطين، لان هاي العمليه دي تتكرر، هذه مو اول وحده دي تتكرر باستمرار، والحكومه يعني يا اما عاجزه يا اما متواطئه، ما حد يقدر يفسرها تفسير ثاني. فبس خلي توصل الرساله انه هاي ما راح تثني لا الناشطات ولا دور النساء في هذه التظاهره، النساء لهم دور كبير وما راح يقدرون يثنوهم ولا راح يقدرون يرعبون بهاي التصرفات، هاي التصرفات خارجه عن القانون وسيحاسبون عليها يوما حتما.
احنا اليوم مجموعه نساء ناشطات مدنيات من كل الجهات اجينا استنكار على اختطاف الناشطه المسعفه للشباب بالتحرير الناشطه صبا المهداوي. احنا نستنكر هذا الاختطاف ونستنكر اختطاف النساء، قتل النساء، لان الشعب العراقي الشباب اذا ما تكون به نساء مسانده للرجل للشباب، لان هم ولدنا، احنا امهاتهم، احنا زوجاتهم، احنا عماتهم، خالاتهم، اذا ما نكون وياهم شلون الشعب شلون هم يحققون النصر؟ معنويا احنا موجودين وياهم، ايش قد نقدر نساعدهم نساعدهم. فكانت الناشطه والمسعفه صبا كانت مثل حمامه السلام، تفتر بين الخيم بين الشباب، تسعف الجرحى، تساعد المحتاج بين الخيم بين الشباب بين الاسعاف المكانات الطبيه الخيم الطبيه. ليش اختطفتوها؟ على شنو؟ شابه مدنيه متطوعه بدون اي شيء. احنا من هاي الوقفه نطالب بالافراج عنها فورا فورا فورا. احنا هاي الحركة الاحتجاجية مو جديدة علينا من 2011 الى اليوم، لكن اليوم مرت بانعطافة جديدة. صار لنا شهر بالتمام والكمال الشباب مواظب ومصر على تغيير النظام. هذه المرة كنا الى قبل اشهر نطالب بالاصلاحات، لكن اصبحت الاصلاحات ورقة قديمة، واليوم الشعب يطالب بتغيير النظام، كون هاي الطبقة السياسية الحاكمة هي من أثرت على المال العام، وهي من سرقت قوت شبابنا، وهي من تقتل شبابنا اليوم في سح الاحتجاجات. الاحتجاجات مستمرة، لن تثنينا عمليات الاختطاف ولا الترهيب ولا التهديد. الشباب اليوم إذا كنا احنا بهذه الأعمار ما عدنا وعي نوعا ما، وعي سياسي، لكن اليوم أثبتوا مواليد الألفينات اللي كانوا يقولون عنهم سطحيين، أثبتوا وعي جديد، وعي كبير لديهم، وعي سياسي، ويعرفون ما يطالبون به. احنا وياهم نتضامن وسوى من نتراجع. لا في رأس ولا جواب، لا في رأس ولا جواب.